السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشتركين قناة إفكارك ثقافتك بيتك الثاني. قد تعتقد ذلك إذا كنت تعيش في مدينة تعج بالبشر وتحيط بها المناطق المذهلة التي صنعها الناس من حولك، غير أنك وبمجرد أن تنظر بعيدا نحو المناطق التي تسكنها أعداد كثيرة من الحيوانات مع أعداد قليلة من البشر، حينها ستعرف أن العالم ليس مكانا حصريا للإنسان وإنما لكل شيء. هناك مجموعة من الأماكن التي لا تزال تحت سيطرة الحيوانات والتي يمكن للإنسان أن يعيش فيها بسلام بجانب الحيوانات الأخرى، وأن كانت هناك أماكن أخرى ما تزال محظورة على الإنسان لما تحويه من حيوانات غير أليفة. نرصد في هذا التقرير 9 أماكن في العالم لا تزال تحكمها الحيوانات. أولاً، جزيرة الأرانب اليابان. تقع جزيرة الأرانب بالقرب من جزيرة بحر اليابان في مدينة تأكيهارا في محافظة هيروشيما. جزيرة الأرانب كانت مركزاً لمصنع الغازات السامة باليابان خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهاء الحرب تم قتل الأرانب التي كانت تستخدم في تجارب الأسلحة الكيميائية، فيما تمكنت الأرانب الناجية من احتلال الجزيرة حتى غدت تعرف باسم جزيرة الأرانب. ثانياً، جزيرة القطط اليابان. جزيرة القطط هي جزيرة صغيرة في اليابان في ولاية أيشينوماكي قبالة شبه جزيرة إيوشيكا في المحيط الهادي. تعيش مجموعة من السكان بالجزيرة، غير أن أعداد القطط تفوق أعداد السكان. تفرض القطط هيمنتها على الجزيرة التي باتت مكاناً محظوراً حتى على الكلاب. تشتهر جزيرة القطط بالسياحة والصيد كذلك. تم إدخال القطط في الأصل على السفن لأن الصيد كان عليه التعامل مع مشكلة القوارض، لكن القطط بقيت بعد ذلك في الجزيرة وتكاثرت، وبالتالي ازداد عدد السكان أضعافاً مضاعفة تقريباً. ويعتقد أيضاً السكان المحليون الذين يمارسون صيد الأسماك لسنوات أن إطعام القطط سيجلب الثروة وإلاحة السعيد. معظم الناس هناك يعتنون بالقطط جيداً، وأصبحت القطط نوعاً من التنمية للجزيرة. لهذا السبب لا يسمح بتواجد الكلاب الآليفة في هذه الجزيرة، لذا فإن الجزيرة حرفياً هي جزيرة القطط، على الرغم من أن غالبية جزر القطط لم تكن مناطق جذب سياحي مبنية لهذا الغرض، إلا أنها أصبحت ذات شعبية متزايدة للزيارة. من خلال زيارة إحدى جزر القطط يمكنك مساعدة المجتمع من خلال دعم السياحة الخاصة به، ويمكنك قضاء الوقت مع القطط طوال اليوم. تم إحضار القطط في الأصل للمساعدة في مكافحة الآفات حول مزارع دود القصف الجزيرة، ومنذ ذلك الحين زادت إعدادها لدرجة أنها الآن تفوق عدد السكان المسنين في الجزيرة بنحو 4 إلى 1. كما لا توجد متاجر لشراء الطعام هنا في إيوشيما. الناس هنا يحصلون على احتياجاتهم من خلال الركوب قارب إلى البر الرئيسية. ومع ذلك يكون الجو عاصف في الشتاء، وغالبا ما يتم تعليق خدمة القوارب. أن القطط التي يزيد عددها عن 100 والتي تعيش على الجزيرة في كل مكان تتجمع للحصول على إطعام منتظم من قبل سكان المدينة، وتجد مأوى في المناطق الداخلية للمباني المهجور منذ فترة طويلة. في حين أن إيوشيما هي الأكثر شهرة، فهي ليست جزيرة القطط اليابانية الوحيدة. في الواقع هناك 11 جزيرة تسمى جزر القطط. كما لا يوجد مكان لرمي القمامة في الجزيرة، لذا تأكد من التنظيف. إذا كان الطقس سيئاً يتم تعليق خدمة الرحلة القارب، لذا تأكد من التحقق من الطقس قبل الذهاب. ثالثاً، جزيرة البطريق الملكي استراليا.
تتجمع طيور البطريق الملكي في جزيرة مأكواري، وهي جزيرة تقع في جنوب غرب المحيط الهادي، وجدت بين نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية. إذا أردت رؤية العدد الأكبر من ذلك البطريق الملكي، فما عليك سوى زيارة خليج لوسيتانيا على الساحل الشرقي من الجزيرة. كل صباح ستغادر طيور البطريق الصغيرة جحرها لقضاء النهار في الصيد في البحر. على مدار اليوم سوف يسافرون لمسافة تصل إلى 20 كيلومتراً بحثاً عن الأسماك والرأسيات الأرجل والقشريات. بعد الغسق يعودون إلى ديارهم في قوارب ويهرعون عبر الشاطئ في موكب البطريق. تقع معظم مستعمرات البطريق الصغيرة في الجزر البحرية، حيث تكون أكثر أماناً إلى حد ما من الحيوانات المفترسة مثل القطط والثعالب. رابعاً، جزيرة القرود ليبيريا. توجد جزيرة القرد في مونروفيا، ويتمركز بها أكثر من 60 من الشمبانزي التي تعيش في أنحاء الجزيرة. الشمبانزي التي تعيش بهذه الجزيرة خضعت للاختبار سابقاً بالمعهد الليبيري للبحوث الطبية الحيوية، التي كانت تعمل على صناعة لقاحات لأمراض مثل التهاب الكبد الوبائي خلال سبعينات القرن الماضي. لن يكون من السهل عليك أن تتجول في أرجاء الجزيرة إلا إذا كنت أحد القائمين على شواطئها. يطلق السكان المحليين على الجزيرة اسم كوكب القرود، ويسكنها أكثر من 60 شمبانزي يعيشون بشكل منفصل، وتم توثيق قصتهم في مطلع العام الجاري بفيلم وثائقي يسمى كوكب القرود على غرار الفيلم السينمائي الصادر هذا العام. وقد أكد فريق عمل الفيلم الوثائقي، القرود كانت عدائية في البداية عند رؤية البشر لأول مرة على الجزيرة منذ فترة طويلة. خامساً، جزيرة سرطان لبحر جزيرة الكريسماس. جزيرة عيد الميلاد الصغيرة ليست صغيرة جداً، لدرجة أنها يمكن أن تستوعب حوالي 40 إلى 50 مليون من سرطان البحر الأحمر، الذي يختبئ في كل متر مربع من التربة أو في الشقوق العميقة من النطوءات الصخرية. تقع جزيرة سرطان البحر أو جزيرة الكريسماس في قارة استراليا، ويمكنك رؤية تلك الأعداد المهولة من سرطان البحر الأحمر خلال موسم الأمطار في شهري أكتوبر أو نوفمبر تشرين الثاني، الذي يعد موسما للهجرة لدى هذه السرطانات. وخلال أوقات ذروة الهجرة لهذه السرطانات يتم إغلاق معظم الطرق العامة. سادساً، جزر كايمان. هي عبارة عن سلسلة من الحواجز الرملية الضحلة الواقعة في الشمال من جزر كايمان. هذا المكان هو أحد المعالم السياحية التي يمكن للزائرين أن يمارسوا السباحة في مياهه والتمتع برؤية أسماك الرأي اللصع. إذا كنت ذاهباً إلى جزر كايمان، فمن الأفضل الاستثمار في كاميرا صغيرة تحت الماء للتأكد من أنه يمكنك التقاط بعض المشاهد المذهلة تحت الماء، من الكهوف والشعاب المرجانية إلى الرأي اللصع والأسماك الاستوائية التي يسهل رؤيتها في مياه البحر الكاريبي الصافية. ترحب جزر كايمان بحوالي 2.5 مليون سائح سنوياً، منهم حوالي 2 مليون يأتون إلى جورج تأون بواسطة سفينة سياحية للتمتع بأوقاتهم في هذه المياه والمناظر الخلابة لساعات فقط. سابعاً، قرية الثعالب اليابان. في اليابان للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة مع قرية الثعالب، وتقع في ولاية مياجي. تحتضن هذه القرية 6 أنواع من الثعالب التي يتجاوز عددها 100 ثعلب. ستكون لك الفرصة في حال قمت بزيارة القرية أن تتجول في أرجاء القرية وأن تطعم الثعالب الأليفة. ثامناً، جزيرة الثعابين البرازيل.
بالنسبة للذين يعتقدون بأن الثعابين هي حيوانات لطيفة، فلن يكون عليهم سوى زيارة جزيرة الثعابين بالبرازيل في منامهم. تقع جزيرة إيلا كيمادا غراندي قبالة الساحل البرازيلي، وبالقرب من مدينة ساو باولو. الجزيرة تعج بثعابين القاتلة بواقع 1.5 ثعابين لكل متر مربع. تعد أفعى الحفرة واحدة من أخطر الثعابين التي ستشاهدها إذا وطأت قدماك الجزيرة، غير أنك قد لا يتسنى لك العودة مرة أخرى. تاسعاً، جزيرة سيل جنوب إفريقيا. جزيرة سيل هي جزيرة صخرية تقع قبالة الساحل في جنوب إفريقيا، ويسكنها ما يقرب من 60,000 من الفقم ذات الفراء. بجانب الفقم يمكنك أيضاً أن تشاهد أعداداً كبيرة من طيور الغاق وطيور البطريق والحيتان ودلافين وأسماك القرش.